وللمزيد حول تطورات الوضع في درعا في ظل استمرار قصف قوات الأسد للمدنيين، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا بك معنا سيد ياسر. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني سيد ياسر، مسؤولون روس يعقدون اجتماعات مع أعضاء اللجان المركزية في حوران، ويعني في ظل كل ذلك، ما هو الموقف الروسي الواضح من حصار درعا وما يجري في الجنوب السوري؟ يعني تحاول روسيا أن تقدم نفسها هذه الفترة كأنها وسيط ما بين النظام والميليشيات الإيرانية وما بين أهلنا في درعا، في حين أن روسيا مسؤولية مباشرة حول اتفاق 2018 الذي يضمن بموجبه هذا الأمر الواقع الذي وصلت إليه درعا. إذن هناك تطورات في الأحداث ليست من طرف المعارضة أو من طرف أهالي درعا على وجه التحديد، وإنما هو من طرف إيراني ومن طرف النظام. إيران نتفهم أنها تريد أن توصل رسائل باتجاه اتفاقات فيينا على أنها لديها أوراق لعب في سوريا، وأيضا بالنسبة للنظام يريد أن يمارس سياسة العقاب الجماعي على أهالي درعا الذين رفضوا مسرحية الانتخابات. ولكن الأمر المستهجن هو الموقف الروسي، الموقف الروسي الذي هو الضامن لما يحدث، يعني لما كان في اتفاق 2018. الآن روسيا تحول نفسها على أنها وسيط وأنها تريد أن تخفف هذه الصدمات. أنا بتصوري روسيا توصل رسالة مفادها إلى الطرف الدول الغربية على أنها يعني تريد أن تضغط لأنها لا تضمن إيران، وبأنها تريد أن يكون هناك انصياع للمبادرة الروسية بإعادة تدوير بشار الأسد وبإعادة ما يعرف بسياسة عودة اللاجئين وإعادة سياسة إعادة الإعمار في سوريا. ولكن يعني نظريا ليس من مصلحة الروس سيطرة إيران على مناطق في الجنوب السوري، أوليس كذلك؟ صحيح هذا الكلام، ولكن في حين أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تمارس سياسة الاستنزاف بالنسبة لروسيا في داخل السوري، هي لا تعطيها ما تريده روسيا. روسيا أرادت أن توصل رسالة أن الأمور انتهت في الجنوب السوري، وأنها يجب أن يفتح الحدود ما بين الأردن وسوريا بشكل كامل، وأن يدخل كافة الأمور اللوجستية وإعادة الإعمار. وفي حين أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد إخراجها ما يعرف بقانون قيصر لم يكن كل هذا الأمر. الآن روسيا تريد أن تقول إذن أنتم لا تعطوني هذه الجزرة وأنا بإمكاني أن أحرك عليكم ما يعرف بإيران على الحدود مع الكيان الغاصب في فلسطين. وأنا بتصوري إيران ليس فقط تهاجم أو تستفز يعني إسرائيل، هناك عمليات في البحر وهناك اليوم في جنوب لبنان. إذن أنا أتصور إيران تمارس سياسة مصالحها ضمن سوريا كورقة لعب أيضا. نعم، يعني بالمقابل هناك الروس يستخدمون كما أفهم منك يستخدمون إيران كورقة للابتزاز إن صح التعبير الغرب. نعم، بالنسبة للبيان الذي أصدرته عشائر حوران، يعني ما رأيك بهذا البيان؟ ما هو أهم ما يعني لفت انتباهك في هذا البيان؟ في البداية المفاجئ ما حصل في درعا البلد أن كافة أهالي حوران استنفروا، وكان هناك نوع من التكافل فيما بينهم، وبتصوري العمليات التي من خلالها تم السيطرة على حواجز عديدة للنظام أثبتت أن هناك معادلة يمكن أن تختلف وأن النظام يمكن أن يظهر بشكل متهاوي على المنحى الأمني. الآن رسائل العشائر هي رسائل سياسية بكل معنى الكلمة. أحد أهم يعني من الأمور الخطيرة في هذا البيان أنا بتصوري استنهاض حالة العشائرية في الطرف الآخر في مناطق الأردن. أنا بتصوري هذه الخطاب أو هذا الخطاب المتطور يمكن أن يستفز أهالينا في القبائل والعشائر العربية في امتداداتها في الأردن، وبالتالي هناك يمكن أن يتشكل حالة يعني تفلت وعدم ضبط للحالة الحدودية. أيضا روسيا ظهرت أمام هذه العشائر بأنها تتخبط ولا يوجد لديها قرار واضح ويعني الانضباط بما تتعهد به، وبالتالي أنا أتصور كان الخطاب جيد جدا من المنحى السياسي ويعطي رسائل مفادها للعشائر والقبائل على أنها متكافلة فيما بينها. نعم، في البيان يعني جاء أيضا أن زمن الدكتاتورية إن صح التعبير قد ولى،
هل يعني ذلك تصعيدا قادما برأيك؟ يعني بتصوري كل الأراضي السورية التي تضع يعني تقع تحت سيطرة النظام أيضا بدأت بالتململ بشكل كبير. هذا ما وجدناه في طرطوس وحلب. اليوم حوران تقول أنها منذ عام 2018 وحتى هذه اللحظة لا تعترف ببشار الأسد، والدليل على ذلك عدم قبولها بمسرحية الانتخابات، وهي تصدر رسالة أن من يحكم حقيقة هي الميليشيات الإيرانية وقوات التي زجت بها إيران في هذه المنطقة. نعم، الآن على ماذا يجري التفاوض؟ ما هو الخط الأحمر الذي لن يستغني عنه أهل درعا وحوران برأيك؟ يعني بالنتيجة أهالي حوران لا يطالبون أكثر مما كان في اتفاق 2018، ولا يوجد مستجدات ولا يوجد أي شيء حتى من الناحية اللوجستية. عندما ادعى النظام أن هناك عناصر موجودة في منطقة درعا البلد، صدر هؤلاء الذين هم مطلوبون على أنهم موجودون خارج، وبالشكل واضح أنهم خارج درعا البلد. إذن لا يوجد أي مبرر لعمليات القصف واستهداف المدنيين والتهجير الذي غير مقبول سواء للمحيط الإقليمي وللدول الغربية ولروسيا على وجه التحديد، التي تحاول أن تستعيد ما يعرف بعودة اللاجئين كحراك سياسي في الأونة الأخيرة. نعم، إذن المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.